هما بشر بحالنا بحالهم، ساكنين معانا في العالم ديالنا، ولكن الشكل ديالهم والصفات ديالهم في قمة الرعب. المعتقدات ديالهم أو الدين ديالهم فيه طقوس وممارسات اللي متقدروش حتى تتخيلوها أو تطيح لكم على بالكم. هما أشخاص تخلوا على القيم الدينية ديالهم والأخلاقية، ونكروا الوجود ديال الله عز وجل في سبيل عبادة الشيطان. الشيطان بالنسبة لهم هو الإله الأعظم والمقدس ديالهم، كيديروا بزاف الأشياء الخطيرة والمرعبة باش يكون راضي عليهم، وفي نفس الوقت يكونوا من المقربين ديالهم. في هذه الحلقة غادي ندويو على أقبح الأشخاص اللي كاينين في الكرة الأرضية واللي هما عبدة الشيطان. في هذه الحلقة غادي ندويو على عبدة الشيطان، الشكل ديالهم والصفات ديالهم، غندويو على الطقوس والممارسات اللي كيديروا، غنتعرفوا على الافكار ديالهم وكيفاش كيقنعوا ناس اخرين باش يوليو وحدين منهم، وشنو هي الطريقه او الوسائل اللي كيروجوا بها على الافكار ديالهم الشيطانيه. وفي الاخير غنشوفوا الدين ديالنا الاسلامي شنو كيقول على هذا النوع ديال البشر، وشنو هو العقاب اللي كيتسناهم من عند الله عز وجل. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تدخلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. وبغيتكم توصلوا هذه الحلقة ل20,000 لايك. الصراحة وليتوا مؤخرا كتعجبوني بزاف بهالتفاعل اللي وليتوا كديروا. كنشكركم بزاف، كنشكر كل واحد كيدير لايك قبل ما يتفرج في الحلقة، واي واحد كيدير تعليق زوين، كنشكركم بزاف. ان شاء الله هذه القناة غادي نطلعوها اكثر واكثر. مهم الخوت نبداو الحلقة ديالنا. عبدة الشيطان هما مجموعة أو طائفة تاخذوا من إبليس لعنة الله عليه معبودا وردوه إله ديالهم، كيتقربوا ليه بشتى أنواع الطرق لدرجة اخترعوا عبادات وطقوس اللي في قمة الرعب وفي قمة الشرك، وهذا الشيء كامل من أجل الرضاد دياله. وفي المقابل كيوعدهم إبليس لعنة الله عليه بالقوة والثروة والنصر والملك، وهذا الشيء بالضبط اللي كان بمثابة قوة وحافز لهم كاملين. ولكن في الأخير إبليس غادي يصدمهم بواحد الحاجة، وهذه الحاجة غادي تعرفوها في الأخر ديال الحلقة. أما بالنسبة للتاريخ ديال عبدة الشيطان أو الزمن اللي بانوا فيه، يعني الوقت اللي بدات فيه هذه الممارسة، فهي كتعتبر منذ قديم الأزل، يعني منذ آلاف السنين، حيث كيف ما كنعرفوا الإنسان عرف الشر والشيطان منذ بداية البشرية. ولكن هاد الثقافة أو هاد المعتقد المغلوط ديال عبادة الشيطان عرف تطور زمني ملحوظ منذ القدم حتى العصر ديالنا الحالي، بحيث أنهم جميع المراحل الزمنية ديالهم كانوا كيتاخذوا الشيطان كإله ومعبود لهم، كانوا كيتجمعوا في أماكن مغلقة وكيسميوا المجموعات ديالهم بأسماء غريبة، بحال مثلا فرسان الهيكل أو الهيكلية أو ياكين واللائحة طويلة، مع العلم أن الكنائس ذاك الوقيتة كانت كتكتشف مقر الجماعات ديالهم وكانت كتحرقهم وهما حيين، كانت كتحرقهم وهما كيمارسوا هذوك الطقوس الشيطانيه. وبالضبط الكنيسه كانت ديما كتستهدف الرؤساء ديالهم والزعماء ديالهم. ولكن مع هذا الشيء كامل اللي كانوا كيديروا ليهم وهذا الحرق اللي كانوا كيحرقوهم وهما حيين وهذاك العذاب كامل، ما قدروش نهائيا يقضيوا على جرثومه الفكر الشيطاني اللي كانت متلبساهم. ولكن الغريب في الامر والحاجة اللي مقززة ولفتت الانتباه ديالي هما أنهم ما اكتفوش فقط بالعبادة ديال الشيطان والتمجيد دياله، لا بل بدلوا حتى خلق الله عز وجل اللي خلقهم في أحسن صورة، حاولوا يرجعوا راسهم على صورة أخبث شيء كاين على هذا الكون واللي هو الشيطان. كاين فيهم اللي كيوشم طلاسم سحرية على الوجه دياله أو رسوم وأشكال اللي كلها شرك في شرك، وكاين اللي كيوشم حتى العين ديالو باللون الاسود وكيعمر وجهه كامل والجسد ديالو بالدبابيس المعدنيه، زيد على هادشي كيفرقوا لسانهم على جوج
باش يبان وكأنه لسان أفعى أو شيطان، وحتى الحسانة ديالهم أو الطريقة اللي كيربطوا بها شعرهم كتكون غريبة ومقززة، وكلمسة نهائية واللي كتعتبر هي الأخطر والأبرز كيقوموا بزرع القرنين باش هكا يكونوا راضين على راسهم تماما، يكونوا راضين على راسهم أنهم كيشبهوا للشيطان. وهذا الشيء كامل اللي قلنا وهذه المواصفات التفسير دياله الوحيد اللي كاين هو التهرب من خلقة الله الحسنة اللي خلقنا عليها، والتمثل بصورة العدو دياله اللي هو الشيطان. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عبدة الشيطان كان عندهم فحل الأعياد أو أيام اللي كيمجدوها ويحتفلوا بها، واللي كان الهدف ديالهم فيها هو يحتقروا الديانات السماوية، الدين الإسلامي والدين اليهودي والدين النصراني، وبالطبيعة الحال ما كانوا كيعترفوا بحتى شي كتاب سماوي من هاد الديانات اللي قلنا، أو بالأحرى كيبغيو يتحداو هاد الكتب والإله ديالهم. وماشي غير هاد الشي صافي، إنما كيقوموا بعمليات تدنيس لهاد الكتب بأبشع الطرق. زيد على هاد الشي في هاد الأعياد اللي كيحتفلوا بها كيستخدموا شعارات اللي غريبة، مثلا الصليب المقلوب، النجمة السداسية، جمجمة الإنسان، النجمة الخماسية الموجهة للأسفل، وأيضا حركة قلب اليد بأصبعين، وبزاف شعارات آخرين. أما بالنسبة للاحتفال ديالهم كانت كتقام طقوس شيطانية وأجواء وحشية اللي في قمة الرعب. بعض المرات كيضحيوا براسهم كقربان للشيطان، وبعض المرات كيضحيوا بحياة أطفال صغار أبرياء مختطفين ما عندهم حتى شي دم في الحياة. وماشي غير هاد الشي صافي، إنما قبل ما يذبحوا هذيك الضحية سواء كان طفل أو طفلة كيعذبوهم بأشد أنواع التعذيب الجسدي والجنسي حتى كيقتلوهم. وهذا القتل كيكون وسط النجمة السداسية مع ترديد طلاسم سحرية شيطانية، هاد الطلاسم لتمجيد وإرضاء رغبة الشيطان. زيد على هاد الشي اللي قلنا كيقوموا أيضا بأعمال السحر الأسود الخطيرة اللي كيستعملوا فيها الدمى ورؤوس الحيوانات. أما الأبرز كانوا كيستعملوا بعض الأطراف ديال الجثث ديال الضحايا ديالهم. عبدة الشيطان عندهم واحد العيد مشهور واللي كيعرفوه كاملين، واللي سميتو عيد عبدة الشيطان أو عيد الفسق الأعظم. هاد العيد كيتجمعوا فيه وكيديروا كاع هادوك الطقوس اللي قلنا قبل، زائد طقوس جنسية جماعية مقززة. والغريب في الأمر أنهم كانوا كيسميوا جميع الأعياد ديالهم والطقوس ديالهم نسبة للأعياد ديال النصرانية، يعني كيحرفوا لهم الأسماء الدينية ديالهم، مثلا كنيسة الشيطان أو الإنجيل الأسود أو إنجيل الشيطان اللي كنا بالضبط دوين عليه في واحد الحلقة، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. يعني كيف ما قلت لكم كانوا كيديروا أي حاجة كتنتقد تماما مع الديانة النصرانية. مثلا في الديانة النصرانية كاين واحد الحاجة عندهم سميتها التعميد. التعميد هو من اللي كيدخل شي شخص جديد للديانة النصرانية كيصبوا عليه الماء من الرأس ديالو باش هكا يتنقى من قاع الذنوب على حسب المعتقدات ديالهم. وهذا الشيء بالضبط اللي خدوا عبدة الشيطان واللي حتى هما ولاو كيديروا التعميد، ولكن بالطريقة ديالهم الخاصة اللي في قمة القبح. كيصبوا البول والدم والغائط على أي شخص جديد دخل الديانة ديالهم ترحيبا به. وهذا النوع من التشابه أو بالضبط هذا التشابه اللي كاين في الأسماء والطقوس اللي خداوا من النصرانية ما هو إلا انتقام من هذه الديانة اللي كانت كتحرقهم وهم حيين. أما بالنسبة للوسائل والأفكار اللي كيروجوا بها على المعتقدات ديالهم فهي عديدة وغير مباشرة، بحيث كاينين منهم علماء وشعراء وملحنين اللي كيكونوا كيكتبوا الموسيقى والكلمات بواحد الطريقه ذكيه اللي كيشجعوا بها المستمع باش يسمع هذيك الاغنيه ويرددها، يعني يسمع ليها وتعجبه باش هكا يتقبلها العقل الباطني ديالو. واخا تكون انت انسان عادي ومؤمن كتولي تردد هذه الموسيقى بلا ما تحس وبلا ما ترد البال. المهم دابا غادي نقول لكم جوج ديال الطرق الاساسيه اللي كيوصلوا بها الافكار ديالهم. الطريقه الاولى كيديروا اغاني معكوسه كيسجلوا فيها رسائل مخفيه لتمجيد الشيطان بواحد الطريقه اللي معكوسه وما بيناش، بحال مثلا بعض الاغاني المشهوره ديال مغنيين عالميين اللي كاينه فيها هذا النوع ديال الموسيقى. نعطيكم مثال اغنيه اريانا جراندي No Tears Left to Cry. I just wanna be like that.
وأيضا أغنية ريانا. Bitch better have my money. وبزاف الأغاني ديال المغنيين مشهورين، والسؤال المطروح واش هاد المغنيين كيتعمدوا يمجدوا الشيطان في الأغاني ديالهم بلا ما نعرفوا، ولا غير ما ردوش البال لهذا الشيء وكان غير صدفة؟ الله أعلم. بزاف الناس والأكثرية منهم الشباب والشابات اللي كيقراو مثلا في الاعدادي ولا الثانوي كيتبعوا واحد ستيل سميتو ساتانيك، كيقول لك اخويا انا كيعجبني هذا الستيل واللبس ديالو وحتى الموسيقى ديالو كتعجبني، والمشكله هو كتلقاه انه ما عارفش اصلا المصدر ديال هذا الستيل منين جا. المهم خلاصه القول، هذا الستيل ديال ساتانيك واللي كتعني ستيل شيطاني جات من كلمه ساتان، وساتان هي كلمه انجليزيه كتعني الشيطان. خلاصه القول الخوت، ردوا بالكم من اي ستيل واي حاجه خرجت جديده قبل ما تديروها، ردوا بالكم حيت في الحقيقه تقدروا تدخلوا لشي دوامه خايبه ما تبقاوش قادرين تخرجوا منها. بالنسبه للدين ديالنا الاسلامي كينهينا نهيا قاطعا على هاد الاعمال وهاد الاشياء اللي كتعلق بهذا الشيء، الحلال بين والحرام بين. قال الله عز وجل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتية. وحتى في يوم القيامة في يوم الحساب الشيطان كيتخلى على الأتباع ديالو بكل سهولة، كيتبرأ منهم وكينكرهم ما كيعقلش عليهم، يعني الشيطان براسه كينكرهم وكيقول لهم أنا راه ما قلت لكم والو. هذا الشيء بالضبط جا في واحد الآية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أخوت الحلقة ديالنا سالات، ما تنسوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. كان معكم أمين قيطي، تهلاو.